كده. الدكتور احمد مصطفى كامل قال لك الدكتور عبد الناصر حرق نمبر 1. الدكتور طه عبد الوهاب كان محمد الباز بيساله بيقول له مين القارئ اللي بيعجبك؟ قال له الدكتور عبد الناصر حرق نمبر 1. والله انت نمبر 1 يا اخي، والله انت نمبر 1. فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها